هنعمل دلوقتي الشعريه بالفراخ والخضار من الوصفات السهله والبسيطه جدا في نفس الوقت، وصفه انا شايفاها انها صيفي كده وحلوه. عندنا اهو مكعبات بطاطس متقطعه صغننه قوي، مكعبات فراخ برده متقطعه صغننه، عندنا مكعبات مرقه فراخ وثوم مفروم، عندنا كمان صويا صوص وجزر جنزبيل، شعريه حبه صغننين برده. ماشي، طيب هنبتدي نعمل ايه الاول؟ اول حاجه هحمر الشعريه عشان دي اللي بتاخد وقت شويه، في اهو احمرها كده تحميره حلوه. ماشي، خليها كده تتحمر الشعريه من الحاجات، يا اما نسخن الطاسه كويس جدا 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 ونحط الشعريه ونفضل نقلب نقلب لحد ما تحمر، يا اما بنحط معلقه زيت كده زي ما انا حطيت. خلاص، كل واحد على حسب انتوا عايزين ايه. طيب عقبال ما الشعريه تتحمر هنا ممكن اجيب دي كده نستغل الوقت، يعني انا في البيت هحمر الشعريه واحطها على جنب، هنا بقى عايزين نستغل الوقت هنحمر الشعريه عقبال ما الايه ما نسوي البطاطس مش الفراخ. عايزه اقول لكم البطاطس بتستوي في وقت اكتر من الفراخ. لا اهو مع معلقه زيت، وهحط لها ملح وفلفل اسود، فلفل اسود ملح، واسيبها بقى ايه تستوي. بصوا الشعريه، عايزه اقول لكم انا محمره شويه غامقين ودول عايزاهم فاتحين شويه عشان نعمل ميكس كده ما بين الطبقين. الشعريه بقى اهي كده، بصوا فاضل لها حبه صغننين كده بالنسبه لي، انا عايزاها ايه تتحمر بس ايه شويه مش كتير. وهي بتتحمر احط لها كده اهي، لما ابتدت هي هتتحمر احط لها معلقه ثوم كده عشان عايزه بنكهه الثوم مع مكعب من المكعبات برضو ياخد النكهة. واجيب المتحمرة دي اللي انا محمراها اصلا، بصوا الفرق اللون، ده لون وده لون. ماشي، انا هعمل ميكس ما بين الغمقة والفتحة. ازاي غمقناها كده؟ بنفضل نقلب نقلب لحد بصوا لحد ما تغمق كده. خلاص، فانا ايه بس مستنيه بس دي ايه تتحمر سنه كمان واحط الاثنين على بعض، البطاطس ابتدي احط لها الجزر. مع معلقه الثوم مع مكعب مرقه الخضار او الفراخ. طيب بصوا بقى دي كده اهي، شايفين بقى الالوان مع بعض عامله ازاي؟ لذيذه جدا جدا جدا. هبتدي بقى احط لها ايه؟ هبتدي احط لها الميه المغليه. وهتاخد اقل من 5 دقايق سوى، اول ما الميه تتشرب هتبقى جاهزه. عايزاها مفلفله كده. ماشي،
طيب بصوا دي بقى كده هبتدي احط عليهم ايه بقى دلوقتي، احط عليها الفراخ. عايزه اقول لكم الفراخ هتستوي بعد البطاطس والجزر، يعني البطاطس والجزر اسيا عن الفراخ شويه. كده تعملوها بنفس الطريقة اللي انا عاملاها دي، معلقة جنزبيل كده كده. شايفين انا عملت ايه؟ حطيت البطاطس سويتها شوية مع ملح وفلفل وزيت، بعد كده حطيت الجزر وتوم وزبدة وقلبتهم مع بعض. لما جيت احط الفراخ عملت كده فتحة صغننة، حطيت الفراخ، حطيت معاها الجنزبيل والصويا صوص، وهحط دلوقتي الفلفل الاسود كده مع الملح كده واحسبها شويه. خلاص بصوا دي بقى اهي فلفلت خلاص اهي، شايفين؟ طيب دي كده خلصت اهي. انا بس عايزه ادوقها اشوف ناقصه ملح او حاجه ولا لا، بس هي سخنه قوي. لذيذه جدا وبتقرمش كده وحلوه قوي. لا مش ناقصه ملح ولا حاجه. هنعملها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي كده. ماشي خلاص. وبعدين هنحط بقى ده كده هنا طبق الشعريه اللي بالخضار بتاعنا، لذيذ جدا. عايزه اقول لكم الشعريه طعمه طعامه وهتبقى مفلفله كده وحلوه قوي. دي مفلفله وحلوه جدا، انا شخصيا عايزه اقول لكم بحب اكلها كده، يعني انا من الناس اللي بحب اكل. بصوا عامله زي مفلفله ازاي، بحب اكلها جدا جدا كده اهي، طعمه جدا من غير اي حاجه. طب هنعمل ايه بقى في الحاجات دي؟ ده ايه؟ ده عباره عن بطاطس وجزر وفراخ مع صويا صوص وجنزبيل و ملح وفلفل اسود. نعمل كده زي حفره صغننه هنا كده ونحطها بالطريقه الجميله دي. خلاص اهو تمام. والباقي هنحطه هنا عشان اللي عايز يزود مع الشعريه بتاعتنا. عايزين تلخبطوهم كلهم على بعض تلخبطوهم، بس انا بشوف انها كده احلى، انها تتقدم بالطريقه دي احلى.